كنت عاوز استفسر عن محضر قائمة المنقولات الزوجية، بيتعمل محضر ولا لازم مع دعوى الطلاق أو الخلع؟ قائمة المنقولات الزوجية ملهاش أي علاقة بالطلاق أو الخلع، ده مسار بيتم قدام محكمة الأسرة لو عايزين تنفصلوا، لكن قائمة المنقولات دي بتبقى متسلمة للزوج على سبيل الأمانة، فحضرتك تطلبيها منه، إذا رفض إن هو يديها لك بيتعمل بيها محضر في اسم الشرطة أو جنحة مباشرة قدام محكمة الجنح، فسواء حضرتك لسه زوجته أو اتطلقته ده مسار وده مسار تاني خالص، اطلبيها منه بالحسنة وإن شاء الله يديك حاجتك وتخلصوا المسائل على خير. نشوف سؤال كمان.